نتيجة عادلة ماتش التعادل السلبي، ولا الأهلي يستحق الفوز وما تحسبلوش؟ هو النادي الأهلي طلع بيان ما تحسبلوش هدف وما تحسبلوش ضربة جزاء. طيب هو له ضربة جزاء ليه ضربة جزاء؟ بتاعت محمد شريف دي، لو حكم جاي أجنبي هيدي ضربة جزاء، ماشي. وفي ضربة جزاء على النادي الأهلي أيمن أشرف اللي هي انهي؟ اللي جت في ايده؟ لا اللي طلع على إيريك تراوري والراجل بيحط، وده طلع اصل انت لو قلت لي اللي جت في ايده كنت اقول لك دي كانت من بره. لا لا اللي دي جت في بدري بانو، انا قلت اعتقد بدري بدري بانو، بانو. واخد بالك؟ طيب الجون خلينا مكان يعني الناس اللي هي بتتكلم، لو الشناوي هو اللي كان عمل الجون ده دخل فيه كان كل الناس اللي هم بقى حللوا امبارح وقال لك لا جون، وحتى المعلق ساعتها قال لك الرأي اللي لا قيمة له ان هي ما اعرفش ايه، واخد بالك؟ حط نفسك ان الشناوي كان كله هيطلع يقول لك لا ده هي واقعة من ايد شريف اكرامي، ولا في زقة قبل ما توصل لايد شريف؟ هو ايه اللي خلى الكرة وقعت من شريف؟ اللمسه اللي هي اتلمسها من ورا، ما تجيب يعني الهدف مش هي الكره الاول فين؟ في السكس ياردة، في السكس ياردة مش في حمايه للجون ولا اتلغت؟ الراجل طالع في حد زقه، لا في التعديلات الجديده اتلغت، ماشي حد زقه، الزقه دي ما تبقاش فاول؟ بغض النظر بقى يعني انت كان في حمايه التعديلات اللي قبل كده، ماشي. طب الراجل اتزق بلاش، انت في ماتش وادي دجله قال لك فاول عشان الراجل لمس محمد هاني فخلى طيب. اتجاهه. انا معايا نجم البريمو محمد فاروق، نجم